منذ بداية حربها على السوريين وروسيا تعمد إلى عرقلة أي مشروع يضع انتهاكات ميليشيا أسد وأعمالها العدائية بحق المدنيين تحت مجهر المحاسبة الأممية. هنا الكارثة الإنسانية الحاصلة والقصف العنيف الذي يستهدف إدلب منذ بداية شباط الماضي. دعت المندوب الكويتي منصور العتيبي في مجلس الأمن ليلمح تلميحا بأن هناك دولة تعيق إصدار مشروع بيان يدين العملية العسكرية في إدلب في إشارة لروسيا. البعثة الروسية في مجلس الأمن ردت على تصريحات العتيبي وحاولت تبرير عرقلتها للقرار الأممي بأن مجلس الأمن لا يرى المشهد في سوريا بشكل كامل، وادعت أن مشروع البيان يتجاهل حقيقة ما يجري في إدلب. هذه المشاهد التي تروي ما يحدث في يوميات إدلب كانت قد أشارت إليه قبل نحو أسبوع مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة أورسولا مولر في جلسة طارئة حول إدلب، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات سريعة لوقف عمليات قتل المدنيين الأبرياء. لكن الاحتلال الروسي الذي يواصل عملياته العسكرية لفرض كامل سيطرته على الأراضي السورية لا يبدو بأنه آبه لما تعلن عنه المنظمات الأممية، خصوصا وأن ما يعرف بالفيتو الروسي قد سهل قتل مئات الآلاف من السوريين منذ استخدامه لأول مرة عام 2011.